أثابكم الله. هذا سائل يسأل عن حكم بول السلحفاة التي تعيش في البحر، هل هو نجس أم لا؟ والله إذا كان مما يوكل لحمه ما يوكل لحمه فبوله طاهر، أما ما لا يوكل لحمه فبوله نجس. هذه القاعدة، ما يوكل لحمه فروثه وبوله طاهر، مثل الإبل والبقر والغنم والصيد، وما لا يوكل لحمه كالحمار والقط والكلب فبوله نجس. نعم. فإذا كانت السلحفاة مما يوكل فإن بولها طاهر، وإن كانت لا تحرم ولا توكل فبولها نجس. نعم.